طيب كمان الشروق، الشروق قالت ان الاهلي بيعدل موعد سفره، وده خلاص اتكلمنا فيه بسبب مباراه الحرس، وكمان الباسه هتغادر القاهره عقب مواجهه الحدود بساعات، وده كمان قلته لكم خلاص، وده اكيد شيء مهم. لكن الاهم ان مستر لاسارتي بيدرس الدفع بحمودي بدلا من رمضان صبحي. احنا عارفين ان رمضان هيغيب اسبوعين، وبصراحه هو لعيب مهم قوي الراجل من ساعه ما جه، يعني في فرق في الناحيه الهجوميه شويه. خلينا نتكلم بصراحه، لعيب عنده قدرات بدنيه ومهاريه كبيره جدا رمضان صبحي في الحقيقه، وللاسف تعرض لاصابه سواء اجهاد عام او كمان اجهاد في العضله الاماميه بالتحديد، ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا. حمودي من ضمن الخيارات بالنسبه لمستر مارتين لاسارتي، لكن من ضمن ايضا الخيارات اللي بيتم التفكير فيها بشكل كبير قوي ان علي معلول يلعب كجناح ايسر في المباريات اللي هيغيب فيها رمضان صبحي، مع وضع في الاعتبار ان كمان جونيور اجايي بيأدي في المكان ده، واصلا ده مكانه الاساسي بشكل جيد جدا، مع وضع كمان في الاعتبار عوده صلاح محسن مهاجم الفريق. فبالتالي ده فيما يخص المباريات الافريقيه بالتحديد. احنا كمان عندنا المباريات المحليه، تم قيد كمان عمرو جمال ممكن يكون متاح للمشاركه في المباريات بجانب رامي ربيعه. يعني اعتقد ان في بدائل كتيره لمستر مارتن لاسارتي بخصوص اصابه رمضان صبحي، ومين اللي هيكون البديل لرمضان صبحي في المباريات.